احنا في ناس بتشتغل في هذا المهرجان لإنجاحه بأي وسيلة. الميديا ابتدت وجات الناس للأسف عشان التغطية. الأستاذة وجيدة عبد اللطيف تولت الموضوع من الألف للياء على عاتقها داخليا. جات قنوات وحصل ان هي نتيجة عدم وضوح لرؤية من إدارة المهرجان ومن الإدارة هنا طبعا ما عندهمش ديتيلز القرية بان فيه قنوات داخلة، مما أدى إلى إعاقة دخول القنوات في لتصوير الحدث. طبعا تواصل مجموعة داخليا تحل الموقف. أستاذة وجيدة عملت الميديا وجابتها. في برضو ناس ابتدت تتكلم مع مساعد الوزير لشرطة السياحة لحل هذا الموقف، أستاذة أسماء زقزوق. توجه الأستاذ عادل الخطيب، مستشار عادل الخطيب، وبرفقته الأستاذة غندة الخطيب، والكوميونيكيشن حصل ما بين الجهات المختلفة لوجود التصاريح. المفروض ان احنا اي مؤتمر بيتم الاول كمؤتمر صحفي، وبعد المؤتمر الصحفي بيبتدي التكريم، وبعد التكريم بيبتدي حفل الختام. كان في قنوات كثيرة جدا جدا موجودة، القنوات انسحبت، مما وضعنا احنا في موقف حرج، لان طبعا مفيش تصريح من اداره المهرجان او رئاسه المهرجان لهذا الحدث. جبنا على هامش المؤتمر، جبنا مصارعه المحترفين علشان يعملوا شو محترفات ومحترفين، جبنا ناس بتجر الحبل باسنانهم، واحده ويرقص هذا الفريق استاذ اشرف كابونجا، جم عشان يعملوا عمليه تنشيط للمؤتمر. تمام، الناس دي جت عشان تعمل هذا الحدث. جبنا فنانين علشان يحاولوا ان هم يبقوا عاملين رواج للمؤتمر، عطلوا انفسهم، وجينا فوجئنا من الوضع بالصورة اللي حصلت. طبعا احنا بنخلي مسؤولية الأستاذة وجيدة تمام في الحدث اللي حصل، لان هي التزمت بكافة الحاجات اللي هي التزمت بيها قصادنا كمنسقين وكإدارة مهرجان، وبرضو المجموعة اللي هي القائمة على العمل تمام، اذا كانت الأستاذة أسماء زقزوق، أستاذ عادل الخطيب، أستاذ رندا الخطيب، هما تمموا الوضع لغاية ما جبنا التصريح. ابتدينا نخش، ابتدت القنوات طبعا انتوا عارفين ان القنوات ليها ليميتد محدد عندها عشان عندها تغطيات اخرى. التغطيات الاخرى ديت ما اقدرش اوقف كاميرات او اوقف وضع بيتم، ده مش هينفع ان انا اوقفها. علاوه ان احنا عندنا فنانين عندهم شغل، وبعضهم جه من تصوير تمام. الاستاذ احمد الجوهري والمجموعه بتاعته جم من فيلم بيصوروه تمام، ده نمره واحد. نمره اتنين استاذه هنديه تمام، الاستاذ ماجد الصافي، الاستاذ ياسر عدويه، في مخرجين استاذ اسامه كمال جيب مجموعته تمام، في مواقع اخباريه جت تمام، مجموعه اللي هي جت مع الاستاذ جوهري انا مش حافظها، استاذ احمد جوهري، ولكن هذا الوضع مش وضع يليق بالميديا تمام. في وضع المفروض ان احنا قعدنا نتكلم يا جماعه فضوا عشان المؤتمر يبتدي، بقالنا من الساعه 5:30 واحنا بنقول لهم وقفوا مفيش فايده، ولكن احنا برضو احنا بنمد ايدينا لاي مهرجان هادف، وبرضو هنساعد استاذ ممدوح، بس الحدث اللي حصل ده لازم ننوه بيه قصاد الميديا عشان ما يبقاش في تاثير من شخصيات. الشخصيات اللي هي قامت بالعمل لا قدمته على اكمل وجه، وانا خصيت بالذكر الاسامي اللي انا قلتها. فاحنا برضه هنقف مع الاستاذ ممدوح واداره لو لنجاح هذا المهرجان، لان هذا المهرجان الدولي بيمثله دول اوروبيه،
فلإنجاح هذا المهرجان إحنا طبعاً حاجة تخص مصر وتخص بلدنا إحنا هنتكاتف وهنعملها تاني رينيو إعادة من جديد بوضع سليم بس بإشرافنا من الألف للياء. إدارة المهرجان ورئاسة المهرجان هم حاولوا إن هم يعملوا حاجة لكن التنسيق كان خطأ. إحنا بنقول إحنا هنعيد القصة بأسلوبنا وبطريقتنا، هم ليهم الداتا بتاعتهم بتاعة المهرجان وإحنا لينا التنسيق من الألف للياء. وبنعتذر للإخوة الصحفيين اللي جم وضيعوا وقتهم، وبرضو إن شاء المولى هنعيد هذا الوضع بصورة أعم وأشمل تليق بالحدث، لأن إحنا عندنا 7 دول: فرنسا وأسبانيا والمكسيك والصين ومصر وإيطاليا واليونان. طبعا ده حدث دولي، احنا مش هنيجي نقول ان احنا خرجنا عشان الحدث مش هيكمل بصوره تليق بالناس اللي جت او الميديا. تمام، استاذ ممدوح راجل فاضل حاول يعمل حسب الامكانيات المتاحه عنده، اصطدم بحاجه حصلت لكن الحاجه دي كان المفروض الموافقات من قبل كده. وطبعا احنا بنعتذر لكم كلكم فروم اي تو زد. بس عايزين نعرف ايه سبب وقوف الحادث، يعني ايه السبب الحقيقي لوقوف الحادث؟ هو السبب الحقيقي لوقوف الحادث ان التصريح ما كانش جهز. تمام، على اخر وقت احنا لو كنا عارفين ان في تصريح مجهزي كنا هنعمله. تمام، لكن احنا اتفاجئنا بموضوع التصريح. في تكنيكال في التصريحات معروفه ان انت النهارده علشان تعمل حدث، تمام، داخل في حاجه خاصه بالسياحه لازم بتجيب التصريح. تمام، قد يجوز القنوات المتواجده تمام فيها حد مندس، فلازم يبقى معانا الداتا في كذا 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 موجود. تمام، لان ده حدث بيمثل مصر كلها. القصه التصريح اتاخر شويه، ابتدينا نخش طبعا في هم برضو اللي قائمين على الحدث. تمام، او اللجنه المنظمه للحدث هي ما عندهاش اكسبيرينس، لازم في نقطه ما عندهاش خبره في الموقف. المؤتمر لازم يقام الاول، وبعد المؤتمر بيحصل التكريم، وبعد التكريم بيتعمل الحفل الختامي. حضرتك ما اكتشفتش ان التصريح ما اتعملتش من بدري من قبل ما لا احنا عارفين التصريح ان هي كانت موجوده وجاهزه، وبناء على كده احنا قلنا الميديا تعالى. لو كنا بلغنا ان ما فيش تصريح احنا كنا تواصلنا وعملناها. التصريح اللي ما كانش تصريح دخول الاسعار والتصوير والصحافه. تمام، اصلا لما ما فيش تصريح للصحافه وهم لا انا بقول لحضرتك تصريح للصحافه، لكن ما فيش تصريح كاميرات للسياحه، لا للسياحه انك انت تسجلي تبع السياحه وزاره السياحه. يعني لا النقطه، لا هي النقطه كانت إيه؟ لكن التصريح بتاعه الاعلام موجوده، الاعلام دول هم اعلاميين موجوده. تمام، لكن ما كانش في تصريح للسياحه انها تسمح للاعلاميين انها ما تخش، ودي مش بتاعتنا، دي خاصه بالقريه، خاصه بالقريه هنا. ده تنظيم قريه هنا ومع رئيس المهرجان هنا. كان في بروجرام المفروض هيمشي عليه، مفيش بروجرام دون، المفروض ان في هينوه على المؤتمر فكرته ايه وهو عباره عن ايه وفرق الشباب دي بتهدف لايه، ده ما حصلش. فطبعا ده يخليني اطلع انا واستاذ محمود حلمي ونقول الاعلام كله ينسحب من المؤتمر لسبب واحد اللي هو السبب ايه. احنا عندنا ناس ساعدت. تمام، وانا ذكرت الناس اللي ساعدت. عندنا الاستاذ عادل الخطيب، استاذ رندا الخطيب، راحوا وزاره الشرطه السياحه في وقت كان الموضوع خلاص قفل. تمام، فما ينفعش، لا يجوز. نمره واحد. نمره اثنين، الاستاذه اسماء عامله كوميونيكيشن، استاذه وجيده بلغت الميديا. عشان كده احنا قلنا نطلع عشان يتعمل بطريقه اعاده بطريقه احسن. تمام، بظروف وفي ظروف احسن وافضل، نتيجه خطا غير مقصود. هما غير مقصود لان هما مش فاهمين الموضوع. في معلومة مهمة جدا، معلش الاستاذ عادل المستشار عادل الخطيب، لا عادل الخطيب اللي كنا بنتكلم على ان هو ساعد. اتفضل استاذ عادل الخطيب. يعني بص انا مش هعرف نفسي، مش قادر نفسي، انا عايز اقول حاجة واحدة بس. في معلومة خطيرة جدا وصلتنا في مكتب السيد رئيس شرطة السياحة بالجيزة، انه رئيس مدير ادارة القرية ابلغ انه ما يعرفش اي حاجه عن القنوات الخاصه، مع العلم انه تم ارسال خطاب من القائمين على الايفنت فعليا وقالوا هذا الكلام، انه بعت للقريه بيقول ان القنوات باسمائها كلها المفروض انها كانت تعمل لها تصريحات، وبناء عليه القريه نفسها هي اللي تنصلت القنوات
استاذ ممدوح يجي عشان نفهم القصه. ممدوح هناك في القاعه عنده خبر ان احنا موجودين بقنواتنا بكاميراتنا ومع ذلك ما طلبش تصريح ليهم، وده في حد ذاته للقنوات الخاصه، وده في حد ذاته يساوي ان المدير القريه هنا يعمل ضد سياحه القريه نفسها، بدل ما يسمح لكم بانكم تشتغلوا معاه فتنشطوا له السياحه عنده في قريته. هو واضح ان هو قاعد مش عاوز زباين، مش عاوز سياحه، ومرتاح قوي هو وهي بتنش كده وبكتير قوي شويه مصريين اللي فيها. ده اللي يبدو من الاداره الحاليه لابناء الدكتور العالم العظيم حسن فهمي صاحب المكان خلاص، واللي الله يرحمه كان بيسعى حسيسا جاهدا عشان يملى القريه كصوره مصغره لمصر بالسياح. الاداره الحاليه بكل اسف بشديد الاسف، وهذا الكلام على تحت مسؤوليتي الشخصيه، لم يخطر جهات الامن في مصر بوجود اكتر من ندوه واعلام اللي حسب علمه اعلام محلي، مفيش اعلام قنوات خاصه، يعني تلفزيون مصر فقط، وبناء عليه الخطا عنده. ولما لقانا ان احنا هنخلص الموضوع وهنجيب تصريحات تفنن في ازاي يضرب الايفنت. احنا برضو تعقيبا على كلام المستشار عادل الخطيب، احنا بنقول احنا مع الايفنت بس بترتيب تاني مظبوط ومع ناس حتى مكان تاني. احنا كلنا برضو احنا مع الاستاذ ممدوح في الحدث بتاعه الى ما لا نهايه، وبنشكر الناس اللي جريت في هذا الوضع،